أيها الناس اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم واعلموا أن دعاة التغريب دعاة التغريب من الخارج والداخل يريدون أن يخرجوا المرأة على شرائع الإسلام وأن يلبسوها لباس الغرب وأن يخلعوا عنها كل حياء وحشمة وأن تصبح مثل المرأة الكافرة يريدون هذا ولذلك ولذلك تكلموا في الحجاب تكلموا في الاختلاط تكلموا في سفر المرأة التي قيدها الشارع وحددها يريدون أن يطلقوا المرأة يريدون أن يطلقوا المرأة من كل حكم شرعي يصونها ويحميها ويحفظها وأن تكون مثل المرأة الغربية، مثل المرأة الكافرة، لا أخلاق ولا دين ولا حيا ولا عفة، كالبهيمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أين قوامتكم على نسائكم؟ ألم يقل الله جل وعلا لكم: الرجال قوامون على النساء، أين قوامتكم على النساء؟ لماذا تتركونهن للذئاب الجائعه المفترسه هل تثقون بهن هل تامنون عليهن الا تتقون الله ايها المسلمون انتم في زمان الفتن في زمان الشرور وما لم يفعل في الحفلات والتجمعات يظهر في الشاشات والفضائيات والنساء تنظر اليه وتقتبس منه في بيوتكم تعرض هذه في بيوتكم الا تتقون الله سبحانه وتعالى الا تحافظون على نسائكم واولادكم وتؤدون الامانه التي حملكم الله اياها وسيسالكم عنها يوم القيامه